طيب آه، رح نبدا انا وإياكم شباب وصبايا رح نفتح واليوم درسنا حنفوت بيونت او بلسن جديده طبعا نحن بعدنا باليونت 3 ولكن لسون 2 يلي هو دوموندي ادير لور بارلي دو سون دو تون يعني آه، لما انا بدي اسال واعرف كم الساعه وبالتالي اعرف جدول الحصص او الجدول يلي كل واحد فينا عنده اياه هيدا الامبلوا دو تان برجع بذكركم شباب صبايا الكل ينتبه هيدا امبلوا دو تان يعني جدول الجدول حق مثلا تبع الاول أه ثانوي الجدول تبع ساره الجدول تبع يوسف كل واحد كل واحد ما في يكون عنده طبيعي جدول أه رح نبدا بالكلمات طبعا رح ناخذ اول اثنين للمره الجايه رح يكون ان امبلوا دو تان. انكور حصة أن بداية أن ربع أن كو ميل رغبة أن ربا وجبة أن كالندريي تقويم صبايا شباب كمان في شغلة أه تسميع الكلمات هو ضمن علامات الواجبات هالمرة مش راح تنضاف لأنه أوريدي نحن من زمان سمعنا يعني وكمان مبارح سمعنا أه بس ابتداءً من المرة الجاية راح يكون نص العلامة تسميع والنص الثاني واجبات هالمره كلها رح تكون واجبات لانه التسميع انا امبارح الصراحه كان في ناس غايبين فكمان ما بدي احط لهم انه هم ما سمعوا منيح فرح اترك مثل ما قلت لكم نص العلامه الواجب هي التسميع ونص العلامه الثانيه هي الواجبات. فاذا وصلنا ان جو يعني ميل، ان ربا وجبه، ان تقويم، ان شهر، ان جور يوم، ان كونجي عطله، ان رونديفو موعد او لقاء عندي لو ماتان الصبح لو ميدي منتصف النهار او الظهر لابريميدي بعد الظهر لو سوار المساء واخر وحده لو مينوي يعني منتصف الليل طبعا صبايا وشباب نحن وعم نحفظهم انتبهوا على فكره انه تحفظوا شو هن الكلمات المذكره وشو هي الكلمات المؤنثه مش إن اذا طلع لكم اكسرسايزز بيتطلب منكم تعرفوهم تكونوا اوريدي بتعرفوهم في عندنا اون دات يعني تاريخ بنقني سنه اون اسبوع une journée فترة النهار une heure ساعة une demi heure نص ساعة une musique موسيقى une langue لغة une montre ساعة يد une activité نشاط la récréation فسحة ولا نوي الليل خلصنا من هيدي البارت صبايا اليوم رح يكون دور رنا فيك تستلمي انت يا رنا اليوم الموضوع تاخدي سكرين شوت لهود التاتو تيبلز وتنزليهم على الجروب من بعد اذنك ايوه تمام تمام يا رنا شكرا بقدر انزل صح ايوه اوكي حبيبي رح نكمل طبعا هو ضمن الكلمات رح خليهم رح يكون في لهم وقت لحال هلا هون لماتيار سكولير طبعا نحنا هون بدنا نعرف المواد الدراسيه هلا نحنا فينا ناخد هيدا هلا نصه مثلا هيك نصه بس هيدا اوكي لانه لازم تعرفوا كل كلمه شو يعني فاذا عندنا لو فرونسي اللغه الفرنسيه لاراب طبعا لاراب هي كلمه مذكره لانه ليكو شو حاطولكم لكم ام ام بتعني ماسكولا مذكر لونجلي كمان ماسكولا لغه انجليزيه لالمون كمان masculine اللغه الالمانيه ليتاليان اللغه الايطاليه لاسبانيول ماسكولان كمان اللغه الاسبانيه لا الكيمياء لا الفيزياء لا او بيو الاحياء لسيونس دو لا في علوم الحياه والارض كمان معلش يا معزبك معي يا رنا خدي سكرين شوت بليز تمام يا مش اخذته اوكي شكرا يا قلبي آه رح نكمل هون بيقولوا لكم استخدام الفيرب افوار لما انا بدي اتحدث عن شو عندي كماده يعني مثلا لنقول انا هلا بدي اسالكم والله شباب وصبايا شو عندكم ماده بعدي مثلا يلا قولوا لي شو عندكم مادة بعدي؟ بعد هي الحصة؟ مش فاكرين شو عندكم؟ مثلا عندنا حاجة اه ما عندكم شيء؟ طب اللي بعدها ولا نعتبر انه عندكم رياضيات تمام؟ فمثلا انا لنقول بسأل آه مثلا كنزي قالت لي فاضية اوكي، اللي بعدها لنقول رياضيات مثلا عم بسال عمر عمر شو بيجاوبني بيقول لي جي مثلا واسم الماده جي مثلا مات ا لنقول سانكر الساعه خمسة مثلا اوكي مثلا لو لو محمود بده يجاوب باسم الصف كله فشو بيقول نو زافون طبعا مثلا انجلي يعني نحن عندنا انجلش مثلا اسيزر لاحظوا هون يا جماعه لفت النظر اللي بدي الفت لكم اياه هو انه نحن بنستخدم فيرب افوار بكلا الجملتين لانه فيرب افوار لما انا بدي اقول انه انا عندي تحصه كذا فانا بقول جي ولما حدا بده يحكي باسم المجموعه فبده يقول نحن عنا فراح يقول نو زافون يبقى استخدمنا لو فيرب افوار لو فيرب افوار لما بدي استخدم الفيرب افوار وراح احط الماده فورا فما بحط أي شيء بيناتهم وبحدد أو الساعة أو بحدد اليوم لولوندي اليوم لندي أوكي أو مثلاً لو ماردي مثلاً بكره أو الساعة حسب بقى شو أنا عم بسأل أو شو جاييكم السؤال أما لما بدي أحط كلمة كو أن كور دو يعني حصة كذا فبالتالي بدي أقول جي كور دو مات لو ماردي أو جي أن كور دو مات لو ماردي برجعوا بعيد لما انا بدي احط الماده بحط فيرب افوار واسم الماده فورا من دون اداه جي مات جي انجلي تمام من دون ما احط اداه اللي هي لو والابوستروف ولا واتسترا اما لما بدي اقول حصه كذا فبقول يا اما بقول جي كور دو مات يا بقول جي ان كور دو مات وطبعا هون شو عنا عنا اداه مره في ما في اداه ومره في اداه والتنتين صح أرجع عيدها لاخر مره يبقى انا لو بدي اتكلم مع حدا واقول له انه انا عندي كذا فانا عندي دو ميثود طريقتين الطريقه الاولى رح احط الضمير المناسب لالي انا يعني الجي وفيرب افوار مع ماذا؟ مع الماده من دون اداه كمان ممكن انه حطها بنفس الطريقه الضمير مع فيرب افوار واسم كور دومات او ان كور دومات حدا عنده اي سؤال لحد هون تمام <applause> اوكي تمام مين اللي خرج يا جماعة؟ أظن سارة سارة اللي خرجت اوكي طيب أنا هلا شوي وبدي آخذ سكرين شوت للحضور مشان إذا أنا شي نهار نسيت مثلا أكتب أو شي تكون أوريدي موجودة على الجروب تبعنا هلا لما أنا بدي أعبر عن الأشياء يلي بحب أقول ب... بعشق كذا بحب كذا بفضل كذا أو بكره كذا طبعا أفعال الميول نحن بنعرف بيجي دايما معهم لو لا, لا. ل و دائما افعال الميول متميزين بادوات المعرفه وراهم فمثلا بقول جيم لو او جو دي تاست لا جيوغرافي تمام يلا تعالوا نكمل آه رح نبدا بالدور رح احط الادوار هون على جنب عندي حبيبه ليكو هالمره رح اقلب الادوار رح ابدا من عند محمود يسر رنا رحمه عمر كنزي وحبيبه اوكي خلوني بس اخذ سكرين شوت هلا دغري للحضور يا صبايا هيك أه، اوكي ونزلها على الجروب ولا بننتظر شوي لربما دخلت ساره بننتظر شوي بس حدا فيكم يذكرني بشرفكم اوكي رح ابدا فاذا مع محمود يلا يا محمود ماري دي سين بيان دي كارت محمود شو يعني كارت ما سمعت شو قلت محمود شو يعني كارت الخريطة برافو عليك يا محمود الخريطة طب شو رح اختار معناتها ألم بوكو هي بتحب كتير السيانس ولا تكنو ولا لونج ولا ميزيك ولا جيو ولا اس في تي ولا اي بي اس ولا مات شو هي المادة يا محمود اللي بتحط فيها أنت ترسم خرائط أو بتدرس خرائط؟ شو هي المادة؟ جغرافيا. طيب شو الجغرافيا اسمها بالفرنسي؟ الجغرافيا جيو, جيو جيو يعني رح اختار تمام محمود يلا يا يسر سوفي باس لونتون ديفون لورديناتور يعني بتبقى وقت طويل قدام الكمبيوتر ال الام شو شو بتحب سيانس تكنو ميوزيك اس في تي. اي بي اس ولا مات تكنو برافو رانا Safe parle le français et l'anglais bien qui le français ou l'anglais il aime quoi sciences langues musique svt EPS ou bien maths svt svt sciences de la vie et de la bravo langue y la qui langue très bien répète ماريا ام بوكو شيفرة شيفر يعني ارقام تمام كلمه شيفر يعني ارقام الور شو راح بتكون بتحب الام شو لي ما, ما تري وي تري ايه يا كنزي ايه يا حبيبتي ولو مش معك الكتاب قولي لي ممكن ارسل لك اياه بي دي اف اوكي حبيبي تمام رح نكمل دور مع عمر يلا يا عمر روني جو او بالون يعني بيلعب بالكره الو سماتير بريفيري ايشو مس انا عاوز اقول اللي هو الرياضه او برافو الرياضه اوكي هلا ليك لانه نحن بعد ما حفظتوهم فانتم حتلاقوهم صعبين عمر هي او بي اس يعني اسمها بالفرنسي ايديوكاسيون فيزيك يعني تربيه بدنيه فهيدي هي سانك شوي وشوي بس تحفظون للمره الجايه رح تلاقون اسهل، آه كنزي ان شاء الله ببعتو اليوم ولو أيتيني ما بعتوا ذكريني الله يرضى عليك على الجروب اوكي؟ كوز انا شوي الزهايمر شوي. يلا كنزي عندي اميره ام بوكو شونتي بتحب تغني، الور البريفر شو؟ هاي يا كانزي سيونس ولا ميوزيك ولا اس في تي اي واحدة؟ اوكي حبيبه بهذا الوقت اذا فيكي تعملي لي اللي بعدها بيير ام اتر ميدسان بيحب يكون طبيب فهو بيحب شو؟ لا برافو لي سيونس رقم سبعة أه مش عرفتيها يا كنزي أو بعد تفضل عندك اثنين يا لا ميوزيك يا أما لي اس في تي يعني علوم الحياة والأرض ها كنزي خلوني انا لبين ما اعطتني كنزي كون ارسلت الحضور حضور الفرنش حصور الفرنش كتبتها اوكي حتفهموا انتم وانا هأفهم خلاص مش الحال طيب لنشوف كنزي اوكي بعتت كنزي كنزي حبيبتي ميوزيك جايه من كلمه موسيقى اوكي كنزي طيب هل هي موسيقى ميوزيك ولا اس علوم الحياه والارض طبعا هي ميوزيك واخر وحده ستون ماتيار سكولار يعني ماده دراسيه تدرس الحياه الحيوانات والارض فطبعا هي الاس تمام شباب صبايا يلا خلينا ننتقل للاكزرسيس اللي بعده. يلا. الاكزرسيس اللي بعده بيقول لي جور دو لا سمان، أيام الأسبوع. السمان بالبيب أنا إيجيبت بمصر والسمان أنكور بفرنسا. فطبعاً نحنا في نفس الأيام الأسبوع ولكن بداية يوم الأسبوع يعني اي يوم بيبدا الاسبوع واي يوم بينتهي, بينتهي بيتغير من بعض البلدان لاخرى يعني لو فرضنا نحن عم نحكي عن ايام الاسبوع نفسها اللي هي نفس الايام ولكن مثلا بمصر بيبدا الاسبوع من يوم السبت اما بفرنسا وببعض البلدان الاخرى مثلا عندنا بلبنان بيبدا لولندي اذا بمصر بنبدا سامدي ديمونش لندي ماردي, ماردي ميركدي جودي فندرودي اما بفرنسا فهي بتبدا لندي ماردي دي جودي دي سامدي ديمانش يعني هون اللي عم يفسروا لكم اياه انه ايام الاسبوع هي نفسها في البلدين ولكن بمصر يبدا الخمي... السبت يبدا السبت اما بفرنسا فيبدا الاثنين تمام فايلي لكم انا جبت لا سيمين كومونس بمصر الاسبوع بيبدا لو بيبدا يوم السبت اما الاحد فهو يعتبر عفوا الجمعه يعتبر الويك اند عطله نهايه الاسبوع اما في فرنسا لا سومين كومونس لو لندي بتبدا تنين فبالتالي السبت والاحد هو الويك اند هذا هو اللي فسروا لنا اياه بهيدي البارت طيب سي منو صعب رح نكمل ونشوف البارت اللي بعده بيقولوا لكم تسبق ايام الاسبوع باداه التعريف لولي للدلالة على التكرار على تكرار الحدث وتستخدم عند الحديث عن الجدول، يعني لما انا بدي احكي انه مثلا انا كل يوم عندي لنقول آه لغه انجليزيه، تمام؟ فبقول لولندي، يعني كل يوم اثنين، هلا نحن اليوم الاثنين كمان، فيني اقول لولندي جي ان كور دو او جي فرنسي شك لندي كمان كل يوم اثنين او طول لندي كل ايام الاثنين يعني بتفرق اذا انا بدي اقول بس لندي فانا بكون كمان بحط نوع من التكرار يعني الاثنين فانا بقصد كل اثنين لما بحط كلمة شك فأنا بقصد كل يوم اثنين ولما بحط طولي يعني كل أيام الاثنين تمام؟ ليكن اكزامبل <applause> جي ان فرانس جي فرنسي جي فرانسي شاك لندي جي فرانسي طول لندي هم بالمعاني متساويين بالمعاني متساويين ف جي فرانسي لو لندي يعني الاثنين جي فرنسي شاك لندي يعني كل اثنين وجي فرانسي طول لندي يعني كل ايام الاثنين فبيقولوا لكم شاك بيجي بعدها دائما الاسم مفرد غير مسموق بمحدد يعني بس تيجي شاك ما بقى حط معها ل... لا شاك دغري لندي شك ما في وراها محدد لما بتكون لحالة في محدد اما تو فهي دائما في وراها محدد ولكن التو لها اشكال عده طيب ليش لها اشكال عده؟ هل بيختلف يا تيتشر معناها؟ لا لهم نفس المعنى بس التو الاولى لما بيكون في وراها كلمه مذكر مفرد توت اسم مؤنث مفرد تو ابيك اس مذكر جمع توت اس مؤنث جمع بس هذا هو الفرق بيناتهم فطبعا هيدي البارت كتير سهله رح ننتقل لنفس الدور وهالمره رح نرجع لعند محمود محمود بيقولوا لك انه اه ان فرنسا بفرنسا لا سيمين كومونس الاسبوع بيبدا بيبدا اي يوم اتفقنا بفرنسا يا يا محمود <تصفيق> ها؟ <تصفيق> اوكي لندي لندي الاثنين لندي اوكي آه رنا رنا صوري لي بس هيدي البارت بليز مشان بس المراجعه هيدي البارت عملي معروف يا رنا سافا رنا اوكي شكرا لك اوكي يا عمر اللي طلع تمام أه فاذا هلا محمود عمل هايدي هلا محمود عمل وحده ثانيه فوندردي جو في او كلوب يعني انا فوندردي يوم الجمعه فبرايك يا محمود اي تو بدي احط ولا بحط شاك انتبه فوندردي مش اخذ اي كلمه انا بستخدمها ما بيكون في وراها محدد شو محمود اي وحدة ما بيكون في وراها اي مش اي مش لا ما قلنا تو شوف محمود تو بكل اشكالها بيجي وراها محدد يا لو يا لي بس يلي ما بيجي وراها محدد هي اي وحده هي شك طيب يلا يا يسر ان فرانس لو سامدي اي كازا سي لو ويك اند السبت وشو هو الويك اند بفرنسا يا يسر؟ قلتي لي شو؟ برافو تري بيا. يلا يا رنا لو 21 مارس يعني 21 اذار سي لندي لو 14 مارس سي يعني اذا 12 الشهر كان الاثنين 14 الشهر شو راح يكون؟ يعني بعد يومين شو بيكون أي يوم؟ قولي بالعربي وأنا رح أسألك الأربعاء إيه ردي. ماردي الثلاثاء تمام رنا؟ أيوة تمام يلا يا رحمه. 5 فندردي جو في أو كلوب يعني يوم الجمعة بروح لكلوب. ألور ألور لو برافو عليكي عمر أنا جيبت كذا اجور لو دو كونجي يوم عطله شو هو يوم العطله بمصر يا عمر آه هو السبت اللي هو هيبقى سامدي لا هو أنتو الجمعه هو الجمعه بيكون يوم الاجازه عندكم في <applause> مصر اي تريبيا فهو راح يكون يبقى وي تريبيا يا عمر لو فوندرو يلا يا كنزي هلا بدي احط كلمه من هدول الكلمات بس خليني اذكرك يا كنزي انه كلمه شاك لو في محدد ما بقدر أحطها يعني انا بدي استخدم واحدة من هول الثلاثه بس تعي نتذكر انا وياكي كلمه جور يلي هي يوم هو اسم مذكر يبقى اي تور رح احط منهم مذكر وجمع لانه دي اس ما تنسي وي برافو كنزي تري بيان فاذا تو تمام رح نكمل مع حبيبة يلا يا حبيبة جم لي لونج طبعا اللونج بنقول ان لونج يعني اسم مؤنث مفرد حتختاري اي وحده يا حبيبه عفوا مؤنث جمع بعتذر ليتر سي ليتر محمود جي مات عندي مات لي ماردي هلا ماردي هو يوم مذكر اليوم هو مذكر مذكر وجمع اختار اي تو منهم يا محمود الاولى الاولى دقيقة بس لا اخدي اخدي اس يا محمود يبقى شو لازم التو تكون اخدي اس تريبيا يسر انا جيبت ثلاث سمان كومونس في مصر الاسبوع بيبدا اي يوم آه. لا سامدي سامدي وهيك منكون خلصنا هيدا الاكزرسيس. أهم شيء تعرفوا مع تو في محدد مع شك ما في محدد. وصلنا هلا على الساعة. عندكم هون لما أنا بدي أتكلم عن الساعة. شو بقول؟ شو السؤال اللي بيسأل؟ وعندي نوعين من الساعات، يعني عندي شيء اسمه لور كورونت يعني الساعة ال عفوا اوفيسيال ولور كورونت شو الفرق بيناتهم؟ الاوفيسيال يا جماعة يعني الساعة الرسمية اما لور كورانت يلي هي العادية العامية اللي نحنا بنستخدمها نحنا بحياتنا اليومية هي اسمها لور كورانت اول شيء السؤال اللي انا بدي اسأله كم الساعة فدايما السؤال هو كالار ايتيل تمام؟ فإذا أنا لما بدي أسأل كم الساعة؟ دائما السؤال راح يكون كالار ايتيل دائما دائما طيب الساعة الرسمية تستخدم في الأماكن العامة، محطات القطارات، الموانئ، المطارات، تبدأ من واحد حتى 24 وتضاف فترات اليوم. يعني ما عندي هون آه مثلا كيف بدي أقول هون ويتر شوفوا معي لايكو ويتر ويتر 55 كنزر بعد 12 ما بقى في شيء اسمه وحدة لا عندهم 13 14 15 16 17 18 إلى آخره وطبعا لو في دقائق بتنزاد الدقائق فبالتالي شوفوا مثلا لو الساعة 8 فبقول ويتر 8 و 10 ويتر ديس 8 يعني الساعة 8 تويتر وديس طيب لو ويتر 15 يعني ويتر Hands. طب لو نص ويتر راوند لاحظوا شو عم زيد عم زيد العدد الموجود هون ما عم قولوا ربع ما عم قولوا نص ما عم قولوا, عم قولوا مثلا الا تلت او تلت ما عندي هول الشغلات عندي شو الساعة الموجودة عندي وعندي بحط وراها الرقم يلي هو تبع الدقايق اوكي فبرجع وبقول دايما لما انا بدي اسال عن الساعه سؤالي هو كالور اتيل عندنا نوعين من الساعات، نوع الساعة الاوفيسيال والاوفيسيال اللي بتستخدم في الأماكن العامة، بهيدي الساعة الاوفيسيال هي 24 ساعة، فبالتالي ما بنقول الساعة مثلاً 4 والساعة 3 والساعة 1، لا دايماً بنقول الساعة 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، أوكي؟ أو هون مثلا لما بنحكي عن المسا فمثلا كيف بتصير شوفوا ليكو 15 22 0 ار 0 ار يعني الساعه صفر يعني اللي نحن اصلا قاصدين فيها الساعه 12 منتصف الليل طيب طبعا انا لليوم مش رح اكمل بالساعه لانه الساعه بدها وقت اكثر كشرح وما ب... يعني خلص شرحت لكم اليوم بما يكفي يعني فاللي رح نعمله إنه رح ننزل من هون، نترك الساعة للحصة الجاية، لأنه بدها وقت شوي أكتر ورح ننتقل هلا على شيء تاني اللي هو هون. لما بوربارلي دو لومبلوا دو لما أنا بدي أتكلم عن جدول الحصص تبعي، فأنا بقول جا كل جور تيا مات، كل ماتيار تيا لو ماردي، فرح أقول جا مات لندي إي لو جودي. وبقول جي فرونسي انجلي مات اي او بي اس يعني لما بيقولوا لي اي مواد عندك هون الثلاثه. هلا كومبيان دور يا فرونسي بار سومان يعني كم حصه عندك فرنش بالاسبوع فجي فرونسي توازور بار سومان. اوكي؟ بور ادير لور للسؤال عن الساعه فدائما السؤال كلاريتيل ودائما راح يكون مثلا إلي ميدي إدمي. ميدي إدمي يعني الظهر ونص يعني 12 ونص pour demander l'heure de rendez اللي اسال عن ميعاد لقاء معين فبقول أكل كيلر نو رونديفو يعني اي ساعه نحن عنا اللقاء او الاجتماع اديزر ادمين ساعة عشرة ونص رح نوقف هلا هون ونرجع السريع نعيد كل شيء اخذناه بس بسرعه فاذا قلنا انه الفيرب افوار لما بستخدمو بكون انا بقول انه انا عندي حصه كذا او عندي حصه كذا او نحن عندنا حصه كذا فبستخدم دائما الفيرب افوار لما بدي اقول جي كذا ما بحط اداه وبحط اسم الماده فورا او ممكن اقول جي أنكور يعني حصه دو كذا عندنا الطريقتين والطريقتين طبعا صح افعال الميول هدول الافعال يا صبايا ويا شباب بس تيجوا فورا بنحط وراهم المحدد اللي هو لولا لي الابوستروف طبعا هيدا الاكزرسيس خلصناه جور دو لا لازم تكونوا حافظين هيدا البارت انه ايام الاسبوع بمصر بيبدا السبت اما ايام الاسبوع بفرنسا فهو بيبدا الاثنين الويك اند بمصر هو الجمعه اما الويك اند بفرنسا هو سامدي إديماش بدايه الاسبوع سامدي بمصر بدايه الاسبوع بفرنسا هو الاثنين لازم نعرف انه بعد كلمه شاك لما بتجي شاك لا يوجد أداة مع تو بكل أشكاله عندي أداة دائما وطبعا لو بدي أحط اليوم لحاله راح أحطه بيسبق وأكيد أداة مثل مثلا لولندي برجع بذكر بأشكال التو التو لما بتكون تي أو اي تي فهي بيكون في وراها اسم مذكر مفرد تي أو اي تي او اسم مفرد مؤنث تي او يو اس اسم جمع مذكر تي او, تي او اس جمع مؤنث صبايا شباب حدا عنده اي سؤال لحد هون ولا الفكره واضحه ومفهومه اوكي تمام طيب هلا نحن مثل ما قلت لكم خلصنا الساعة ما رح ارجع اعملها اليوم مثل ما قلت لكم رح نتركها للحصة الجاية لأنه ما بدي اشرح كل شيء اليوم ووجع راسكم تمام هلا رح نبدا بهيدي البارت ولا أقولكم لكم بجبلش بالاكسرسايزز لا لا خليني ابدا بهيدي البارت هيدي برجع بذكركم مواقف متعدده ومقبوله ل ايه ايه حبيبي محمود ايه بس يفصل اللينك يا جماعه ارجعوا ادخلوا مش رح نطول ولكن لازم نرجع ندخل مره ثانيه طيب بور دوموندي اتون كاميرات سا كلاس دو كلاس ساماتيار بريفيري يعني لتسال صديقك في الفصل عن الماده تبعيته المفضله كاسك تو دي شو بتقول فسؤالي بيكون كلمة تو اي ماده بتفضل كلماتيار بريفري بريفيري ما هي مادتك المفضله تاماتير بريفري سي مادة الماده المفضله تبعيتك هي شو جملي استوار اتوا انا احب التاريخ وانت تونامي تو صديقك بيسألك تا ماتييير سكولاري صديقك بيسألك عن المادة الدراسية المفضلة كاسكو تودي شو رح تقلو فرح أقول له جو بريفار لو فرونسي و سوبر أنا بفضل الفرونسي فرنسي رائع أما الفرانش أيضا هي مادتي المفضلة ما ماتير بريفيري تو اكسبريم تيجو أليكول يعني إنت بتعبر عن ميولك في المدرسة فشو بتقول؟ بقول انا بحب الشيمي جام لو شيمي لا شيمي جو لونجلي بكره الانجلي، جادور لي بلاستيك يعني بعشق الفنون البلاستيكيه للأسف تي سي ماتيير بريفيري يعني علوم الارض والحياه هي الماده تبعيتي المفضله بور دوموندي أتونامي لما بدك تسال صديقك عن اه كون اي سو ويك اند متى يبدا اه اجازه نهايه الاسبوع عنده فشو بيكون الجواب؟ بيكون أه كليل يعني أنا شو بسأله؟ بقول له كليل لو جور دو تو ويك آند يعني ما هو يوم أه الإجازة تبعيتك وكل جور تو كونجي وأي يوم عندك إجازة. رقم خمسة تونامي فرنسي تو صديقك الفرنسي بيسألك لو جور دو ويك آند اون ايجيب يوم الإجازة في أه في وين؟ في مصر. اه محمود قلت بندخل بندخل شوي بشكلك ما سمعتني اوكي okay. فشو الجواب رح يكون رح يكون كالي لو جور دو تون ويك اند لا هيدي اللي تحتها لو فوندردي سي لو ويك اند او انا جبت لو فوندردي سي لو جور دو كونجي او يوم الجمعه هو عطله الاجازه او الاجازه في مصر رقم ستة تونامي دمّان لون لور صديقك بيسألك الساعة أنت هتقول له عفوا هو هيقول إيه؟ كسكيل دي